أعزائي الفاضل، السلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ما نبدأ أننا نتكلم على مدينة فينيسيا، بغيت ناخذكم معايا في جولة بسيطة أنكم تشوفوا أهم الزوايا ديالها، ومن بعد نرجعوا باش نتكلموا على هذه المدينة اللي هي مدينة معروفة عالميا. قبل ما نبداو هذه الحلقه، الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا المحتوى وهذه القناه، فما فيها بس انكم تسجلوا وتفعلوا ذاك الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله في مواضيع مختلفه. اليوم انتقلت بكم لواحد المدينة اللي هي معروفة عالميا، هي مدينة فينيسيا أو مدينة البندقية، أو عندها بزاف ديال السميات كالمدينة العائمة أو مدينة الجسور أو القناطر. هذه المدينة كما كتعرفوا اللي كتواجد وسط المياه، واللي تأسست سنة 421 ميلادية. هذه المدينة اللي عرفت بأنني ما غاديش نقدر أنني نوفي حقها، لأنها مدينة غنية، غنية بالموروث الثقافي ديالها والحضاري كذلك، وكل الحقب التاريخية اللي مرت منها هذه المدينة المعروفة عالميا. كي كان عرفوا أن هذه المدينة هي ثاني مدينة سياحيا بإيطاليا بعد روما. من طبيعة الحال هذه المدينة مدينة كبيرة، ومدينة اللي كيتجاوز العدد ديال الساكنة ديالها حوالي 260 ألف نسمة. هذه المدينة اللي كتكون من 116 جزيرة و 7000 شارع، وكذلك سميت بمدينة الجسور أو مدينة قناطر لأنها كتوفر على 416 قنطرة، هاد القناطر اللي كيربطوا ما بين جهة وأخرى، وسميت كذلك مدينة المياه لأنها مدينة اللي هي عائمة واللي الوفرة ديال المياه فيها. هاد الجسور اللي هي مبنية على قنوات أو ويدان صغار أو بحيرة تسميوها كما بغيتوا، اللي كيتجاوز العدد ديال هاد القنوات 170 قناة. من أكبر هذه القنوات هي هذه القناة اللي بغيتكم أنكم تشوفوها، ومن بعد نرجعوا. مدينة زوينة بزاف، مدينة اللي ما نقدروش نتكلموا عليها في حلقة واحدة، ما نقدروش أننا نوصفوها في حلقة واحدة، ما يمكن ليناش أننا نصوروها في حلقة واحدة لأنها كبيرة والمعالم ديالها كثيرة. اللي كنتكلموا على 7000 شارع وكنتكلموا على 416 قنطرة، فصعيب وصعيب بزاف باش غادي نصوروها في نهار واحد أو في حلقة واحدة وغادي نتكلموا عليها. أنا غادي نعمل جاهدا أنني نقل لكم جزء منها في هذه الحلقة، وكذلك إن شاء الله في حلقات مقبلة أننا نقلوا أجزاء أخرى ونتكلموا على واحد الجزء كبير من التاريخ ديالها. هذه المدينة اللي كتوفر على العديد من المعالم، هذه المعالم اللي هي كبيرة ومعروفة، من أشهر هذه المعالم هي كنيسة سان ماركو. هذه الكنيسة اللي ماشي بحال أي كنيسة أخرى، هذه الكنيسة اللي هي مطلية بالذهب ومغطية كذلك بالفسيفاء.
هاد الكنيسه اللي كتواجد في الساحه المشهوره كذلك اللي تسحتها هي سميتها ساحه سان ماركو. اذا دابا غادي نمشيو باش غادي نعمل واحد الجوله معكم في هاد المدينه الجميله ومن بعد نرجعوا.
كي كتشوفوا في جميع الأزقة ديالها أو جميع الزوايا ديال مدينة فينيسيا فيها هذه المعالم التاريخية المهمة، وكيمكن لأي شخص أنه يوصل لهذه المدينة عبر المطار اللي هو قريب من السنتر ديال مدينة البندقية بحوالي 13 كيلومتر. فأغلب ديال الأزقة ديال المدينة كما شفنا كلها مياه، وبالتالي كيمكن الإنسان أنه يتنقل إما في الطاكسيات أو هذه القوارب اللي كتشوفوا ويتنقل عبر الأزقة اللي هي يابسة من طبيعة الحال كيف جميع الأزقة. الأزقة ديال هذه المدينة كما كتشوفوا كلها أزقة ضيقة، الشوارع اللي هي كبيرة قليلة، وحتى ملي كنتكلموا على الكبر ديالها أو على اتساع ديال هذه الشارع ماشي بالحجم ديال الشوارع المدن العادية هنا في إيطاليا أو في دول أوروبية أخرى. مهما تكلمت على هذه المدينة ومهما وصفتها ومهما بحثت ومهما قلبت ما غاديش نقدر لا أنا لا أي أحد آخر أنه يوصفها يعني في دقائق معدودة، نظرا للغناء الثقافي ديالها وكذلك يعني التاريخ اللي مرت به هذه المدينة. لكن كنوعدكم على أنني إن شاء الله غادي نرجع لها مرات ومرات، كل مرة غادي نحاول أننا ننقل لكم ولو جزء بسيط من تاريخ العريق ديال هذه المدينة المعروفة عالميا. كنحييكم وكنضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقات مقبلة. كان معكم المرددي عبد الكريم من مدينة فينيسيا بإيطاليا.